انتم الاعلاميين والصحفيين المركبين يا استاذ، الصحفي او الاعلامي هو صحفي ما خصوش يكون مؤثر حسب شو كيكتب وكيأثر في الناس، لكن المؤثر راه كيعطي الجميع وسائل سواء سلبيه او ايجابيه باش يدخلوا قلب الناس. للاسف ولا عندنا غير كيشد 10 دراهم عمر توجيت يدخل، ربما تيهضر شي حاجه باش ما عندك علاقه بها. لكن انا كنظن انك كنقول هذه شغله كبيره ملي كتكون ديال الدور الصحفي، ولو انني قليله الدور مع الاخوان، لكن كتحس براسك انك مع ناس عندهم محتوى صحفي، عندهم محتوى في كيفكر بحكايه كرنتا تفكير نقي، لكن يجي مؤثر ياثر على 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 الشعب الالماني. هذا هو اللي واقعين فيه دابا الان، وخي وخي بزاف. كنتمنى يكون هناك قانون لهذه الوسائل التواصل الاجتماعي، كنتمنى يكون تقنين كيف قانون انما تقنين على الاقل نكون نسمع شي حاجه زوينه ونشوفوا شي حاجه زوينه. انما المؤثرين ان ما ندخلوش في الصحافه وندخلوا على التمثيل، يعني ما كنجيوش نشوفوا الدراما المغربيه الكبيره ولا تنتقلوا للمؤثرين والمؤثرات اكثر واكثر. فوقاش غنسالي هاد الشيء ما نقدروش نعرفوا، يعني للاسف حنا كنا كنتسناو انه التقنيات والعلماء انها تخدمنا، ولكن اخيرا ملي كنشوفوا انها مابقاش تخدم، يعني في الاخر كنتسناو خير ان شاء الله وفضل الله يرجع ليكم.